السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بنا. معكم ياسمين. صحة رمضانكم، العقوبه العام جاي ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا. اليوم حنقدم لكم وصفه خاصه بسهرات رمضان اللي هي عباره عن اون طارتو فريز. لا طارتو فريز تاعنا لازم لنا اون بات اللي متكونه من حبه بيض، 160 غرام زبده، 270 غرام فرينه، و100 غرام سكر ناعم. عندنا اون بانسيت سال مع لافاني، نحطوهم في البيتران نخدموا لاباط تاعنا. هنا نبداو بالزبده، نحطو 160 غرام تاعنا تاع الزبده، نحطو معاها حبه بيض ونحطوهم يدورو. كي نشوفوا الزبده تخلطت مع حبابيت، هذاك الوقت نزيدو لو سكر غلاس. انا لو سكر غلاس تاعي راني طاميزيتو مع الاول، نزيدو نحطوهم يدورو. اون فوا شوفوا السكر الناعم تخلط لنا مع البيض والزبده، هذاك الوقت نزيدو لافاني، نجيب اون بتيت كويير هنا، نزيد 10 غرام تاع لافاني. لافاني نقدروا نزيدو نديرو كيما نحبوا. انا درت انا اون كويير هنا، لا كويير سيتادير راهي اكثر من 10 غرام، مي بصح ما درناش بويسك لافاني راح تداوم الكيزينا لا بات تاعنا. ندير اون بانسيت سال فوالا، ومن بعد نزيد لا كونتيتي تاعي تاع لافارين. هي من الاحسن لافارين ما نرموهاش دان سوكو، نرميوها بالعقل، خاطر كاين سيغتان كاين انواع تاع لافارين، هذوك الانواع كاين يتشرب الزبده غابيدمون، كاين لي لا سي بور سان نزيدو في الفريزور. هنا كيما قلت لكم نديرو او فوريا ميزور، هي لا بات تاعنا تبقى لنا طريه. هنا لاباط تاعنا راهي واجده كيما كو تشوفوا معنا، لا تيكستور تاعها راهي بزاف طريه، مي بصح سي توتا في نورمال بويسك سي اون بات سابلي، ومالغري تقعدنا طريه هذيك هي اللي تمد لها اون بون تيكستور. انا راح نديرها في بابي فيلم ونحطها سور لو كوتي، نحطها ترياح. بيان سور لي بات توجور قبل ما نخدمو نفونسيو لي مول عطاخ تاعنا، لازم دائما نخليهم يريحوا على الاقل واحد ربع ساعه، 20 مينوت حتى نص ساعه. قد ما تريح لاباط من بعد تعاوننا وتجينا سهله كي نبداو نخدمو فيها. هلا هنا نفد لاباط تاعي كيما قلت لكم، نديروها في ان فيلم اليمونتير. بون هنايا كيما كنتو تشوفوا قعدت من تحت شويه لا فارين ما طمتش، بصح ما درناش فوالا. هنا نحطوها في لو فيلم.
كما قلت لكم نحطوها اكوتي ونخلوها تريح. هنا نوليو دوكا لا دوزيام ايتاب تاعنا اللي هي لا كريم. هنايا اون فا يوتيليزي اون كريم باتيسيير اللي متكونه من 70 غرام مايزينا، 130 غرام سكر، عندنا اون غوز دو فاني، عندنا 80 غرام زبده، عندنا 3 صفار بيض، عندنا نصف لتر حليب، وعندنا عطر الفانيليا، عطر الفراوله. هنايا لا بروميير دي شوز اللي نديروها نجيبو اون كاسرول، ناخدو هنايا كما قلت لكم صفار البيض، هنايا عفوا هنا جبت لاكاسرول باش نحط فيها الحليب، بيسك الحليب تاعنا لازم نحطوه يدفى. فوالا هنايا نحطوه يدفى، نجيبو اون بلونش نقطعو نديرو لاغوز دو فاني، اون فا اروماتيزي لو لي تاعنا باش نخدمو لا كريم باتيسيير. فوالا هنا ناخدو لي غران تاع لاغوز، فوالا نحطوهم داخل مع لا فاني. هنا لو طون لي يسخن الحليب، حنايا هنايا اون فا سيباري لي زو تاعنا. فوالا كيما قلت لكم حنا نسحقو غير صفار البيض، هنايا اون فا لي سيباري. فوالا هنا صفار البيض نزيدو له الكميه تاعنا تاع السكر. هنا السكر تقدروا تنقصوا في لا كونتيتي كيما تقدروا تزيدوا، سا ديبون نتوما كيف تحبوا لا كريم تاعكم. الا حبيتوها ماشي حلوه بزاف تقدروا تيتيليزيو 60 حتى 70 غرام سكر ما يضرش. الا حبيتوها تكون حلوه معليش تقدروا ديروا 120 130 غرام كيما تحبوا. هنا نخلط شويه صفار البيض مع السكر، من بعد نزيدو لا مايزينا ونزيدو نخلطوها بالعقل. كي تخلط لنا صفار البيض والسكر والمايزينا يكون الحليب تاعنا طفى، هذاك الوقت نخلطو الخليط هذا مع الحليب ونرجعوها سور لو فو. هنا الحليب تاعنا راه طفى، نفرغوه فوق الخليط الاولي درناه بيان سور، نفرغوه ونخلطوه او ميم طون. هنايا كيما كنتو تشوفوا نخلطو فيغ يا ميزور حتى تدي ليا كاع داك لو ميلونج. فوالا هنايا نزيدو الكمية اللي بقات تاع الحليب، فوالا كي نتاكدوا بلي الخليط تاعنا راهو ديلويا كومبليتمون، هذاك الوقت نعاودو نرجعوه في لاكاسول سور لو فو. انا هنايا تاكدت بلي راهو ديلويا،
هنا نرجعو سور لو فو نزيدو لو باك هنايا شويه ونقعدو نحركو فيه بيان سور نقعدو نحركو في لا كريم باتيسير تاعنا حتى تعقد كي تعقدنا لا كريم باتيسيير راح نزيدو لها كميه تاعنا تاع الزبده ونديرو لها عطر الفراوله من بعد نحطوها نحطو لا كريم باتيسيير تاعنا نخلوها تبرد ما نخدموش بها سور بلاص بيان سور هذاك الوقت لو طون اللي تبرد حنا اون فونسي لي مولا طارت تاعنا كونت اون فونسي لو مولا طارت تاعنا نحطوهم بيان سور في الفرن ونحطوهم يطيبوا بعد ما يطيبوا يبردوا تكون لا كريم باتيسيير تاعنا بردت هذاك الوقت اون فا لي غارنير هلا كيما كنتو تشوفوا معنا لا كريم باتيسيير تاعنا عقدت نحيوها اور دو فو نزيدو لها الكميه تاع الزبده هلا هنايا نخلطوها بيان سور لا غوز دو فاني تاعنا دوك نحيها عبالكم بلي لا غوز دو فاني نقدروا نوتيليزيوها اون دوزيام فوا نقدروا نعاودوا نشلوها ونشلوها ونعاودوا نشفوها ونوتيليزيوها دون اون اوتر كريم كيما درنا هادوكا هانا هكذايا دونك لا كريم هي سخونه هذيك الزبده ال فا سو ديلوي فاسيلمون بون نحي لا غوز دو فاني بيسك اي خرجت لي خلطها مليح La crème tana elle est bien lisse. Voilà. Ana hnaya kima qult lkom, عندنا عطر الفراوله. Ana hna douk nzidou f la crème pâtissière. Njib un grand récipient. Nhat fih la crème pâtissière. Bien sûr, la crème pâtissière lazem tbrad qbel ma nkhdmou biha. هنايا ندير العطر اللي قلت لكم عليه ندير هكذا كميه صغيره بون العطر هذا فو نيت با اوبليجي دو لو فير سي اون كيسيون دو شوا العطر راح يمد لنا كما كنتو تشوفوا لا كولور تبدلت و او ميم طون سا دون ان غو دو فريز فوالا هنايا On va filmer la crème pâtissière. Bien sûr, on va filmer de façon à mettre bien la croûte. Hnaya, dirou bhadi tariqa. Ma nfilmiouhach hakdaya. Dirouha le film alimentaire imis la crème pâtissière. Voilà. هكذا باش ما ديرناش لا كروت اللي من الفوق هنايا نخليو لا كريم باتيسيير تاعنا اكوتي نخلوها تبرد نعاودو نوليو لا بات اون فا فونسي لو لي مولا تارت هنا جوست اون فا ديباراسي
كما قلت لكم لا بات تاعنا لازم نخلوها تريح شويه على الاقل واحد ربع ساعه 20 مينوت حتى ان دميور ما يهمناش. انا هنايا نجبد لي فون دو طارت تاعي اللي حنا نديريهم ديكوبوار بيان سور نغولو et la farine. Là, on va prendre une portion on a fait le bilbaqi une autre utilisation de bat. Là, on va saupoudrer la farine هنا كنت تشوفوا بلي دات كميه تاع الفرينه شويه بزاف مي هي سي توت افي نورمال بويسك لا تيكستور تاعنا تاع لا بات راهي فريمون طريه كيما كنت تشوفوا معايا راهي ديفيسيل ميم باش نرفدوها سي بور سا نزيد لها لا فارين. قلت لكم على الاول بلي لا بات تاعنا راهي بزاف طريه ما تخافوش منها سي توت افي نورمال كي زدنا لها هذه لا فارين تمشي معاها ترجع لنا ها تيكستور مليحه. انا هنا جو في انكور سوبودري ونحل حلوه دون ايبيسور تاع 1 دمي مليمتر. هنا اون فا كوبي 3 سيركل اون فا فونسي كو هنايا 3 مول 3 فون دو طارت انا جي شوازي هادوما لي مول عندهم قاعده متحركه تتنحى باش كي نجيو نحوهم يجونا فاسيل مي تقدروا تشوازيو تخدموا بليمون اللي حبيتو تقدروا تيتيليزيو لي سيرسو كما تقدروا تيتيليزيو نيمبورت كال فورم اللي حبيتوها تقدروا ديروا دي فون دو طارت كاري ولا كما حبيتو. مهم هنايا ناخذوا العجينه تاعنا اون فا لي فونسي بهذه الطريقه فوالا بعد هذاك لو سيركلو نحيوه بلو غولو فوالا بيان سور من بعد نعاودو نرجعو بصبعنا فوالا هنا نزيدو اون فا انطامي لا دوزيام هنا لاباط تاعنا يمريحتش بزاف بصح معليش هنا قلت لكم لازم لاباط تريح باش كي نحطوها في لو فور طيب هادوما لي باغوا هادوما ما يهبطولناش خاطر قد ما تريح قد ما تجينا سهله في الطياب وما يطيحولناش لي باغوا. فوالا نحيو لو سوربلو فوالا نزيدو لا ثوازيام فوالا هنا نجيبو اون فورشيت هنا اون فا بيكي لي فون دو طارت نجيبو لو بلا يدخل لو فور نحطو لي فون دو طارت وندخلوهم للفرن لي فون دو طارت تاعنا نطيبوهم على درجه 160 لمده 10 دقائق. انا هنا لاباط لي بقات لي جو في لا كونسيرفي باش نعاود نخدم بها من بعد. بيان سور لاباط تاعكم تقدروا تخليوها في الفريغو ومن بعد تزيدوا تخدموا بها. انا هنايا ما حش نستنى لي فون دو طارت تاعي يطيبوا انا ني وجدت دي فون دو طارت مع الاول طيبتهم اون فا جوست ديباراسي نيتواي اون فا لي غارنير بلا كريم باتيسيير تاعنا
Voilà. كما قلت لكم انا حضرنا لي فون دو بارت نجبدهم هلا ها هم لي فون دو بارت تاعنا بعد ما طابوا درنا لهم خليناهم طابوا وطابوا خلينا لا كولور تاعهم بيضه هكذايا هلا انا هنايا نجيب لا كريم باتيسيير هنا بيان سور مازالها سخونه نورمالمون خلوها تبرد نورمالمون نحطوها سوا نخلوها ان بتي مومون تبرد سينو نحطوها في لو بيتران نخلوها الدور شويه باش تبرد بصح لا معليش هنايا اون فالي يوتيليزي نجبد اون بوش ادوي باش نعمر بها لي فون دو طارت هنا درت باك ان فير ميزور باش نعاون روحي بيه Voilà, que tu vois la texture de la crème pâtissière. Qui m'a dit que la crème pâtissière, c'est une question de choix. Tu as besoin de dire, tu as besoin de la crème pâtissière au goût vanille. Qui m'a donné la gousse de vanille. Bon, alors je vais utiliser la quantité de kfini. هلا نعمرو لي فون دو طارت كيما كنتو تشوفوني عمرتهم بطريقه شغل تقدروا تقولوا طريقه عشوائيه بويسك ما تنساوش راح نديروا لي فريز من الفوق سي تادير لي فريز هما اللي حيخبيو لنا كاع العيوب هنا جوست نحطوا هادو اكوتي نجيبوا لي فريز تاعنا نقطعوهم قبل ما نقطع لي فريز نجبد باك اون بتيت كاسرول نحط فيها شويه لا جولي فوالا Puisque tu as oublié la gelée, l'utilisation de la gelée est toujours d'aïban. Soit on met sur un feu dans une casserole qui est d'aïban, soit on met dans un micro-ondes. Bon, on a ici les têtes des fraises, on met les fraises dans le هنا on va les disposer بهذه الطريقه en dôme طالعين دونك كيما هنايا لي فريز هادو مام شويه كبار جاونا 4 ترونش باغ كونتر هذوك شويه صغار جاونا 5 هنايا بون اون فا جوست يوتيليزي هادوما انا عندي هنايا دي زامون دي فيلي عندي دي شوكولا نجيب لو بلا دو بريزونطاسيون عفوا هنا هنا كيما قلت لكم نديرو قبل لا جولي تاعنا هي ذابت نحطوها فوق لي فريز سي بور دوني دو لا بريونس فوالا هنايا عندنا دي شوكولا كنا وجدناه من قبل نديرو شويه عفوا طاحت لنا هادية تكسرت معليش نبدلوها
نديرو دي زامون دي فيلي جوست هنا في الميليو. هنا جو في سوبودري ان بو دو سكر غلاس، سي جوست بور دوني ان بو دو كولور فلاردواز. عفوا هنا شوكولا راهي طيح بيسك حنا في ستوديو راهي شويه سخانه. فوالا عفوا هنا ستوديو شويه سخون بيان سور الشوكولا تاعنا ما حبش توقف. هادي تاني تكسرت لنا معليش. فوالا Voilà. هنا كيما قلت لكم ستوديو تاعنا سخون الشوكولا ما حبش تشد. معليش نجيب واحد اخرى ونبدلها. مع السخانه تاعنا تاع لي بروجيكتور على بها الشوكولا ما هيش تشدنا معليش. فوالا فوالا لي طارت فريز تاعنا راهم واجدين. ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا الحصه تاع اليوم وطريقه التحضير. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في حصه قادمه. سلام.